أهلا إخواني، الاسم ريان برا، السن 5 سنوات، البلد قرية أغوان، إقليم أو محافظة شفشاون شمال المغرب. في يوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير لعام 2022 خرج الطفل ريان بصحبة والداه للبحث عن بئر مياه قريب من المنزل. وفي عصر ذلك اليوم لاحظ الأبوان اختفاء الطفل ريان عن الأنظار، ومن هنا بدأت عمليات البحث عن الطفل المفقود. في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير سمع الأهالي صوت استغاثة بعيدة لطفل صغير، فتتبع الأهالي أثر ذلك الصوت لتنتهي أقدامهم أمام بئر عميق، بئر كالنفق يصل طوله إلى 62 مترا وعرضه لا يتجاوز 45 سنتيمتر، نفق طويل وضيق ومظلم. وحتى وصل الأهالي إلى البئر استمر صوت الاستغاثة، فأراد الأهالي معرفة مصدر ذلك الصوت، فعقدوا هاتفا محمول في حبل طويل وفعلوا في الهاتف خاصية الكاميرا لتلتقط كل شيء بالصوت والصورة، ومن هنا تم إنزال الهاتف المحمول إلى داخل البئر حتى أدرك الأهالي أن الهاتف قد وصل إلى النهاية. بعدها تم سحب الهاتف إلى الأعلى، وفتح الأهالي الهاتف ليشاهدوا ما سجلته الكاميرا، ليتفاجأوا بعمق وضيق ذلك البئر. وأثناء مشاهدتهم يتفاجأ الأهالي بصورة الطفل ريان، وبعدها هرع الأهالي لانتشال ذلك الطفل المسكين. حاولوا مرارا وتكرارا إنزال بعضهم إلى الأسفل ليتمكن من إنقاذ ذلك الطفل، ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل. فقرر الأهالي الاستعانة بفرق الإنقاذ المحلية، ولم يلبثوا طويلا حتى جاءت فرق الإنقاذ وحاولوا انتشال الطفل ريان كما فعل الأهالي، وباءت أيضا كل محاولاتهم بالفشل. وما إن جاء مساء يوم الأربعاء حتى يدرك العالم أجمع مأساة الطفل ريان. ومع معرفة العالم بهذه الحادثة تتحرك السلطات المغربية وتدفع بخبراء ومعدات للحفر والتنقيب. وفي صباح يوم الخميس 3 فبراير تصل فرق الإنقاذ المدعومة من السلطات إلى مكان الحادث، معدات ضخمة وخبراء في الحفر والتنقيب على مستوى عال من الكفاءة، وبدأ العالم في حبس أنفاسه ينتظر لحظة إخراج الطفل ريان من ذلك البئر العميق. بدأت فرق الإنقاذ في العمل مع توخي الحذر والانتباه الشديدين لتفادي انهيار التربة الهشة حتى لا يدفن الطفل المسكين وهو على قيد الحياة. وحتى تلك اللحظة ظل الطفل ريان وحيدا بلا طعام أو شراب في مكان مظلم وضيق، وكانت فرق الإنقاذ تحاول إمداده بالطعام والشراب عن طريق الحبال، ولكن الطفل المسكين لا يقوى على الحركة. الطفل مصاب بكدمات في الرأس وجروح وكسر في الرقبة وربما كسور في الساقين والذراعين. وظل الأبوان المكلومان متيقظان ولم يغمض لهما جفن، ينتظران خروج ابنهما المفقود. وفي تلك الأثناء تستمر فرق الإنقاذ في العمل ليلا ونهارا وتحاول توسيع البئر تمكنوا من انتشال الطفل المسكين. جاء اليوم الرابع، يوم الجمعة 4 فبراير، يحمل في طياته الكثير من الأمل ودعوات وصلوات في العالم أجمع على أن يفك الله كرب ذلك المسكين. استمر التنقيب طوال نهار الجمعة ولم تتوقف فرق الإنقاذ لحظة، استمروا في العمل حتى في الليل، حتى جاء يوم السبت 5 فبراير وقد تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى عمق 27 مترا. حتى جاء مساء السبت وهو يحمل في سواده مأساة الفقدان، اقتربت فرق الإنقاذ من الوصول إلى ريان، وحينها حاولوا التواصل معه لكن الطفل لا يبدي أي فعل. نزل أحدهم لينتشله وهو يناديه، ولكن الطفل لا يستجيب. حتى وصل إليه يتفاجأ بأن الطفل لا يسمع، لا يرى، لا يتكلم، لا يتحرك، فينتشله من البئر ويخرج به إلى الأعلى. العالم كله يترقب وينتظر لحظة الخروج، وما إن خرج ريان حتى تلتقطه وكالات الأنباء. خرج الطفل ريان وهرع به رجال الإنقاذ إلى الإسعاف، إسعاف كاملة بها عناية مركزة متكاملة، هرعت به الإسعاف إلى المستشفى ليخرج من هناك خبر وفاته. وكانت الصدمة للعالم بأكمله، دموع وأحزان على فقدان طفل بريء كانوا على أمل أن يخرج سالما. وحتى هذه اللحظة يخيم الحزن والأسى على سكان العالم بأكمله، ليعلم العالم بأن كل من عليها فان ولن يبقى فيها إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وداعا ريان، خيمت على قلوبنا الحزن والأسى بفقدانك، يرحمك الله، وصبر الصبور أبواك وألهمهم السلوان، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا ريان لمحزنون، وإنا لله وإنا إليه لراجعون.